هلا مكملين معكم كيف تتعاملوا مع النسيان مثلا اللي بصير عندكم بالامتحان، وكمان اللي احنا ذكرنا الاشي اللي بعد ما تدرسوه مثلا في البيت. طبعا انتوا برضه مثلا في البيت لما تدرسوا مثلا، فرضا درستوا ما اخذتوش على امتحان مثلا الدرس اشي، اكيد انكم تحسوا حالكم مش متذكرين اشي لانه انتوا ما اخذتوش امتحان. انتوا مجرد ما تشوفوا الامتحان السؤال مربوط في الاجابه، مش رح يجيبوا لكم سؤال من برا الكتاب طبعا. فان انتوا بتتذكروا مجرد ما تشوفوا الامتحان تتذكروا انه انتوا متذكرين كل اشي درستوه. طبعا مثلا فرضا بالامتحان اجى عندنا اشي صعب، فرضا سؤال رياضيات للعلمي او للادبي او تاريخ او عربي او انجليزي او اشي صعب، هلا احنا لازم نبعد عن التوتر. الخوف والتوتر بيأثر على نفسيتنا كتير وبيخلينا نتشتت في كل امتحان وما نضيعش وقتنا على سؤال مش عارفين مثلا، فرضا مش عارفين نجاوب من مرة فرضا يعني. اتركوه اول اشي، حاولوا حلوه يعني، حاولوا تذكروا مثلا فرضا بالرياضيات مثلا نجم نتطلع على محتوى السؤال، نتطلع مثلا من وحدة المصفوفات، من وحدة مثلا من درس متوسط التغير، من التكامل، من التفاضل، من القيم القصوى، بنركز احنا نفس السؤال بنركز فيه. على الأقل مش عارفين تحلوا، على الأقل اكتبوا القانون، حاولوا حلوا أي إشي. مثلا فرضا السؤال صعب مش قادرين تتذكروا من مرة، اتركوا له شوي يعني مساحة. مثلا العلمي تقريبا بدهم صفحتين، إذا بده مثلا تقريبا أنتم متوقعين إنه السؤال بده صفحتين طبعا خلوا له. مثلا حتى الأدب التاريخ مثلا بده كتير مثلا مجال مرات 10 أسطر، فخلوا له مكان، أو المحاسبة أو الإدارة طبعا في التجاري. هلا عنا قلنا إذا سؤال صعب بنحاول نحله أو نتذكره، إحنا بنتذكر شو درسنا، بنحاول هذا بنحاول نطلع على صيغة السؤال، بنقرب لأي درس درسناه مثلا فهمنا. طبعا مثلا فرضا ما تذكرناش من مرة بنخلي له فراغ، بنروح للأسئلة اللي عارفين نحلها خلاص، ما نشتتش حالنا، ما تضلكوش ضاغطين حالكم انه انتوا بتعرفوش جواب هذا السؤال. امشوا شوي عنه، خلوا له فراغ زي ما حكينا، حلوا السؤال اللي انتوا بتعرفوا، تضلكوش تخربشوا بالامتحان من مرة. انتوا اذا بتحضروا كيف تتعامل مع امتحان اللجنة بتفهموا كيف لما انتوا تدخلوا للتوجيه كيف انتوا تتعاملوا معاه. كتير بنصحكم انه تدرسوا هذا، تحضروا هذا اليوتيوب في قناتنا اسمه كيف تتعامل مع امتحان اللجنة، هذا بفهمك. انا بفضل لو من هلأ تحضروا عشان انتوا من هلأ تشتغلوا على حالكم. طبعا مثلا منروح للسؤال اللي منعرف نحله، يمكن انتوا جوابكم متوقعين انه غلط يكون صح. مثلا فرضا سؤال صعب مفكرين انه السؤال انتوا حالكم غلط، يمكن انتوا جوابكم يكون صح. فرضا انه ما تذكرتوش من مرة الجواب اللي انتوا متوقعين انه صح، حطوا الجواب اللي انتوا بتتوقعوا انه مثلا صح او غلط، مثلا يمكن يكون صح مثلا. طبعا ما تضلكوش تخربطوا، هذا هو كله نصائح. احنا بننصحكم كمان في عنا اكم من فيديو بنفضل انه انتوا تحضروهم، عنا جدول تنظيم الوقت كيف تنظم وقتك للدراسة لكل المواد، عنا كيف تتعامل مع امتحان اللجنة، هذه كلها نصائح، وعنا كيف تدرس اي مادة بسهولة. كتير بنصحكم تحضروها لان احنا شارحين التعبير بالعربي، شارحين كيف الانجليزي بتدرسوه، والفيزياء والكيمياء والتاريخ والإدارة والمحاسبة وكل كتب الشرعي، كل كتب التجاري، وكل كتب الأدب، تاريخ، جغرافيا، كيف تدرسوها مثلا إحنا شارحينها بطريقة مفصلة. كتير رح تستفيدوا، كتير رح تستفيدوا. احضروا هذا واحضروا هذاك ورح تستفيدوا. عنا كمان مكملين معكم كيف تتغلبوا عن النسيان في بعد ما تدرسوا وأثناء الامتحان. لازم مثلا عندكم مثلا كيف انتوا كتير احنا عنا طلاب كتير بيضلهم خايفين، فاحنا بننصحكم كتير انه انتوا بس تضلكوا تدرسوا، يعني هذا المطلوب منكم حاليا، وتركزوا على مادة معينة. كتير كويس اذا بيوم مسكتوا مادة معينة وانجزتوا فيها، مثلا مسكتوا دين، مثلا الدين
انجزتوا فيها مثلا اربع خمس دروس او على القليله ثلاث دروس مثلا تاريخ، لانه كثير الدرس تبع التاريخ كثير كبير، مثلا لو انجزتوا نص درس او درس كامل كثير منيح، او جغرافيا او احياء او فيزياء ضلكوا كمان حلوا بالفيزياء مثلا في حل كثير، بالرياضيات ضلكوا تمرنوا ايدكم عودوها على الكتابه كثير بتسعفكم باللجنه، فرضا انتم نسيتوا ايدكم كثير بتذكركم مثلا عندنا. انا بفضل لو انتم تركزوا على ماده او مادتين في اليوم كثير، انا عندي انه نصيحه على ماده يعني اذا مادتين برضه وزهقتوا من نفس الماده عادي يعني. طبعا مثلا عندكم امتحان يومي ما تضيعوش وقتكم يعني ادرسوه عادي، مثلا روحوا من المدرسه ادرسوه عادي مثلا بعدين روحوا مثلا فرضا عليكم تحضير حضروه، مش كتير تطولوا بالتحضير ولا بالدراسه الامتحان اليومي، بعدين روحوا امسكوا ماده معينه او مادتين خلصوها، ماده تقريبا هو ممكن ما فيش معك وقت هون بصير هلا انتوا قبل مثلا ما يعني من الجدول اللي عملنا لكم اياه روحوا كمان مره رجعوا الامتحان اليومي اللي كان عليكم، وقلنا لكم زي ما قلنا لكم مثلا هون مثلا بالرياضيات اعملوا شيء مختصر مثلا عندنا بالتاريخ او بالجغرافيا او بالفيزياء او بالاحياء او اي ماده عندنا اعملوا زي هذه الطريقه المختصره اللي عاملين لكم اياها بالرياضيات، مثلا عندنا شيء مثلا بالاحياء مش قادرين نحفظه فبنحطه بشكل مثلا مختصر على دفتر المختصر، في عندنا دفترين قلنا مختصر ومفصل، المفصل بنفصل مثلا كل شيء في الاحياء، المختصر النقاط المهمة فرضا فقرة مش قادرين نحفظها من مرة عشان على اللجنة بسرعة نلاقيها مثلا قبل امتحان اللجنة نلاقيها بسرعة بساعتين مثلا نروح نقرأها، هذا الاشي بيكون انه سهل. وانتو اذا اشتغلتوا على حالكم من هلا ودرستوا من هلا وما سمعتوش للناس السلبيين بحياتكم وانتو كنتوا ايجابيين ومثلا ما تدركوش عندكم توتر وضغط وركزوا بمادة معينة، ومثلا فرضا عدى يوم وما درستوش خلاص عادي يعني مشوه، مثلا ادرسوا بكرة حتى لو بكرة مثلا فرضا ما درستوش برضو عادي خلاص، المهم انه تبدوا من جديد انه تدرسوا مثلا وتتابعوا القناة التعليمية باللغة العربية، ان هاي القناة كتير مفيدة ان شاء الله رح نفيدكم اكتر للعلمي وللصناعي وللتجاري ولكل ان شاء الله الفروع، يمكن صفوف تانية ان شاء الله بالفترة الجاي، ممكن قواعد انجليزي، تابعونا طبعا ادعوا اصدقائكم، اي استفسار ابعتونا احنا راح نساعدكم، بنعمل لكم فيديو اذا مثلا حسيتوا انه هذا الفيديو فادكم بدكم تستفيدوا اكثر ابعتونا طبعا احنا بنفيدكم اكثر واكثر، اي مشكله بتواجهكم بتسجيل الاشتراك او باي ماده احكوا لنا احنا بنحاول نساعدكم باي ماده مثلا عندنا. كمان عنا الفرع التجاري، عنا الإدارة مثلا، عنا والمشاريع الصغيرة، وهي كأنها تقريبا شوي تعاملوا معها كيف مثلا التاريخ هي أسهل شوية من التاريخ بالأدبي أو الأحياء بالعلمي، تعاملوا معها بنفس الطريقة، اقرأوا الدرس مثلا مرتين ثلاثة، حاولوا قبل الأستاذ تقرأوا وبعدين روحوا نقطوا الدرس عندكم ودرسوه بعد ما ترجعوا من المدرسة. وعندكم الرياضيات كتير بفضل لو تدرسوا كل يوم بيومه، مثلا بعد شرح المعلمة أو الأستاذ بفضل كل يوم بيومه، بفضل لو الرياضيات مثلا فرضا أنتم مش قادرين تقرأوا النص الرياضيات مثلا عندنا مثلا هون مثلا عندنا هون مثلا هذا نص هذا للأدبي عندنا هذا نص مثلا جينا قرأناه مثلا أنتم ما فهمتوش مثلاً بالحل طريقة الحل بسهل عليك كثير نقاط طبعاً عندنا